بدون مقدمات ولا شيء، من حساب شخص طبعا. حاب اقول لكم الاشاعات اللي طلعت عني غلط. انا عايز القحطان صح، الروح الجميلة لازلت عايش والله ملك الحمد، واللي طلع اشاعات الله يسامحك. ما ندري شنو نقول صراحة، عليك حسبي الله ونعم الوكيل. في الاول والاخير اول شيء ضرون نفسيتي اهلي واقاربي والناس تجينا من كل مكان، الواحد ما يدري صراحة وش يقول، لكن اللهم لك الحمد على كل حال. سواء متنا او عشنا ما احنا مقدمين ولا مؤخرين شيء، عسى الله يحسن عقبتنا ان شاء الله. هذا المقطع شروب الساعة الكل اللي عندكم، ان انا باقي عايش على قيد الحياة، اللهم لك الحمد يا رب. ما ادري الصراحة وش الفايدة من نقل هذه الاشاعات، لكن هي في حاجة، في حاجتين سلبية وإيجابية. السلبية إن تأثير الشخص نفسه، ضغوطات نفسية، ضغوطات عصبية، أشياء يمر فيها ما حد يعلم فيها إلا الله، لكن الحمد لله على كل حال هلا أقاربه وناسه اللي يعرفونه بيتضايقونه، خصوصا إذا جاك ناس من برا يجون عشانك لغير خبر غير صحيح. أمر إيجابية والله صدق صدق صدق، أنا انصدمت من كمية الناس اللي تحبني والله العظيم، انصدمت مرة، لكن حبكم من كل قلبي. ده أصلا دعوة الرحمة تجوز على الحي والميت. لحد يقول إن تشابه أسماء، ما تشابه أسماء، المقصود في هذه الفيديوهات اللي هو أنا صور شخصية ومقاطعي بلقبي تغريداتي، اللهم لك الحمد، صدت في تويتر لمدة 3 أيام هاشتاج، طبعا هاشتاج يجي ساعة ساعتين ورو، أنا 3 أيام متواصلة ورا بعض، اللهم لك الحمد. معرق جوجل اللي هو البحث، اليوتيوب صفحة في صفحة أو ما تدخل صفحة كلها أنا سوري صراحة، والله شيء والله إني ما أدري إيش أقول، يعجز اللسان على المحبين صراحة، لكن الله يخليكم لي يا رب، وبإذن الله بإذن الله لي رجعة قريبة، لكن هي الفترة اللي انقطعت فيها أحسبه إني ميت، لكن بإذن الله رجعة قوية ومزيان بيستفيد الكل، صدقوني بيستفيد الكل. لحد يقول وفي الأول في الأخير عشان خلاص نقفل هذا الموضوع، نقفل هذا الباب، إن الله سبحانه وتعالى يجعل في كل يجعل خواف الأمور خير، ما ندري الخير في إيش، لكن اللهم لك الحمد إن الله يعني بين لي حقيقة الجيش العظيم هذا. والله العظيم ما توقعت في يوم من الأيام إني بكون محبوب لهذه الدرجة. أحب أوصل رسالة للنشر الإشاعة خصوصا الصحائف، بإذن الله إني آخذ حقي منكم، وش اسمه كل شيء وش اسمه بس انه ما شاء الله تبارك والله صدق صدق انتم شيء عظيم، شيء عظيم بالنسبه لي، احبكم من كل قلبي.